أجدد الترحيب بكم إذا المشاهدين الكرام في رحاب هذا الفضاء الإخباري والعدد الجديد من الظاهرة. الظاهرة الفضاء الإخباري الذي ينطلق الآن ويمتد إلى تمام 5 مساء بتوقيت الجزائر. المستهل إذا المشاهدين الكرام بمواكبة الإنجازات الوطنية المحققة في إطار رفع نسبة الصادرات خارج المحروقات والأرقام المحققة في هذا الاتجاه. في عدد اليوم نركز أو نسلط الضوء على أهمية تثمين أكثر للموارد المنجمية ولمتابعة تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع. أسعد وباسمكم جميعا أن يكون ضيفي الدكتور مراد كواشي المحلل والخبير الاقتصادي من محطة قسنطينة الجهوية. دكتور مساء الخير وأهلا بك في هذا الفضاء الإخباري. مساء الخير أخي العزيز، تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام. شكرا جزيلا دكتور. دكتور، قبل أن نركز النقاش ونفصل في الجهود التي تبذل من أجل تثمين الثروات الطبيعية وخاصة الثروات المنجمية، من المهم جدا أن تكون أو نؤسس النقاش على قراءة في هذه الإنجازات المحققة في الإنجازات المحققة، وهي الإنجازات مرتبطة برفع نسبة الصادرات خارج المحروقات، وأيضا دكتور في ظرف قياسي. نعم أخي العزيز، في حقيقة الأمر أن الجزائر هي دولة قارة حباها الله بثروات معدنية ومنجمية هائلة، لكن للأسف الشديد بقيت هذه الثروات معطلة، وبقي هذا القطاع، قطاع المناجم والتعدين، نائما تقريبا لمدة قاربت 60 سنة. لكن لحسن الحظ تقريبا منذ 2 أو 3 سنوات تفطنت الدولة الجزائرية للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع من أجل إشراكه في التنويع الاقتصادي وكسر الارتباط بالمحروقات، ومن أجل ذلك وضعت استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع. هذه الاستراتيجية بنيت على ورقة طريق تتكون من العديد من الخطوات، أهم هذه الخطوات أولا مراجعة الإطار القانوني للقطاع المنجمي والمعدني هنا في الجزائر. الخطوة الثانية هي إجراء مسح شامل جيولوجي من أجل الحصول على خريطة جيولوجية دقيقة لمختلف الثروات المعدنية هنا في الجزائر ووضعها تحت تصرف الحكومة ومختلف المستثمرين. النقطة الثالثة هي محاولة النهوض بالمورد البشري لهذا القطاع وتطوير قدراته وإمكانياته، ثم جلب أحسن التكنولوجيات لاستخراج هذه المعادن، لأن هناك تكنولوجيات متطورة الآن تستخدم مثلا في استخراج الذهب إلى غير ذلك. وأخيرا وضع العديد من المشاريع من أجل الكشف البحث والتنقيب وأيضا استخراج هذه المعادن. عندما نتكلم عن المشاريع، الدولة الجزائرية تقريبا في 2 الأخيرتين وضعت 26 مشروع على مستوى 35 ولاية بغلاف مالي يتجاوز 5 مليار دولار، وهذا بهدف الوصول إلى تقريبا إلى 100 مشروع منجمي في هاتين السنتين. وقد تكللت هذه الجهود بإطلاق العديد من المشاريع الهامة، أهمها مشروع غار جبيلات ذو الاحتياطي العالمي والذي يتجاوز 3.5 مليار طن. هذا المشروع تكلفته تتجاوز 2 مليار دولار، ومن المرتقب أن يتم من خلاله إنتاج أزيد من 12 مليون طن سنويا في مراحل متقدمة، ويحقق للخزينة العمومية ما يفوق 10 مليار دولار سنويا كإيرادات، كما أنه سوف يساهم بتوفير عمالة مباشرة تقدر ب 3000 عامل على الأقل، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من العمالة غير مباشرة، بالإضافة إلى رفع الغبن على منطقة الجنوب الغربي، منطقة تندوف، والتي عانت ربما من عدم أخذ حظها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. على الموازاة من ذلك مشاريع أخرى أطلقت في شرق البلاد، نتكلم على مشروع المندمج في مشروع الفوسفات في شرق البلاد في تبسة ذو تكلفة تتجاوز 7 مليار دولار، والذي من المرتقب أن يحقق إنتاج سنوي يفوق 6 مليون طن من الفوسفات، وسوف يجعل هذا المشروع من الجزائر إن شاء الله من أكبر المصدرين للفوسفات، خاصة إذا تم تصنيع هذه الفوسفات محليا. معلوم أن الفوسفات يمكن استخراج منها 8 مواد
تستخدم في الفلاحة، تستخدم مواد مختلفة، تستخدم في الفلاحة، في الصناعة، حتى في المجال الطبي وفي صناعة الأسلحة. مشاريع أخرى على مستوى وادي ميزور في بجاية تتعلق خاصة بصناعة الزنك والرصاص، بالإضافة إلى مشاريع في الجنوب الكبير من أجل استخراج الذهب. احتياط الذهب هنا في الجزائر يفوق 130 طن، للأسف الشديد منذ الاستقلال ربما لم يتم استخراج أكثر من 7 طن. إذا نعتقد أن الدولة الجزائرية هي دولة غنية جدا بثرواتها المعدنية والطبيعية. دكتور أو البروفيسور مراد كواشي، من المهم جدا توفير كل هذه المعطيات، وقد تقدمت كثيرا في النقاش خاصة بتركيزك على التوزيع الجغرافي للثروات المعدنية للبلاد، وأيضا جملة المشاريع التي تشتغل البلاد الآن على تحقيقها في سبيل دائما تثمين أكثر للثروات المنجمية. الآن حتى نعود للسؤال الابتدائي الذي أسسنا عليه النقاش بروفيسور مراد كواشي، تعرف أن هناك إنجازات تحققت في ظرف قياسي كما أشرنا، والمتعلقة برفع نسبة الصادرات خارج المحروقات. نحن نتحدث عن 7 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد صادرات وطنية خارج المحروقات. الآن هناك اشتغال على تحقيق رقم آخر 15 مليار دولار خارج المحروقات، وهناك أرقام أخرى تجري أو تشتغل البلاد، وهناك جهود كبرى تبذل من أجل تحقيق هذه الأرقام. الآن دكتور، الاستغلال الثروات المعدنية واستغلال الثروات المنجمية، كيف سيعجل بتحقيق كل هذه الآفاق؟ نعم بالتأكيد، كما قلت أن الجزائر في العام الماضي عام 2022 حققت صادرات خارج المحروقات 7 مليار دولار، وهو يبقى رقم تاريخي في تاريخ الجزائر المعاصرة لم يتم تحقيقه تقريبا منذ الاستقلال. والآفاق الآن أو تم رفع سقف الطموحات والتطلعات إلى 15 مليار دولار، وهذا ربما رقم يمكن جدا تحقيقه إذا ما استغلت جميع الأوراق الرابحة للجزائر من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي. أعيد وأكرر أن الدولة الجزائرية دولة غنية بكل الثروات المعدنية، ودولة قارة، وهو بلد معدني في الأساس قبل أن يكون بلد غازي أو بلد بترولي. لو تم استغلال كل الثروات المعدنية هنا في الجزائر ربما هذا الأمر راح ينسينا في البترول والغاز. للأسف الشديد كما قلت لم يتم استغلال هذه الإمكانيات الاستراتيجية الجديدة، ربما تم وضعها منذ عامين أو 3 سنوات فقط. من قبل كنا نستورد، الجزائر تستورد تقريبا 40 عائلة من المعادن بتكلفة تفوق المليار دولار، نستورد حتى بعض الأحجار التزيينية الماربر والجرانيت، نستورد حتى بعض الرمال الخاصة، رغم أن الجزائر تتوفر على كل هذه الإمكانيات ويمكننا التصدير. لكن للأسف الشديد من مجموع تقريبا 32 مادة معدنية هنا في الجزائر نستغل فقط 18 مادة، و 16 مادة بقيت دون استغلال. لكن أعتقد أنا متفائل جدا بالاستراتيجية الجديدة للدولة الجزائرية، والتي من خلالها تم ربما هناك رغبة واضحة في استغلال جميع الأوراق الرابحة للجزائر، والتي تأتي في مقدمتها الورقة المعدنية، لكن بشريطة أن يتم تصنيع المواد المعدنية هنا وتحويلها هنا، ولا يتم بيعها على شكل مواد خام. لدينا الفوسفات، الجزائر احتياطات هائلة، ربما ستصبح من أكبر دول المصدرة للفوسفات. نفس الشيء الحديد، نفس الشيء المواد الأخرى، وهناك حتى مواد نادرة جدا وأتربة نادرة جدا متوفرة هنا في الجزائر. أعتقد أنه لو تم استغلالها بشكل استراتيجي وبشكل عملي وعلمي، وخاصة يتم التحويل هنا، لأن الفوسفات مثلا لو تم تصديرها كمادة أولية المردود تاعها القيمة المضافة الحقيقية لقطاع التعدين هو لما يتم تحويله هنا. مثلا الفوسفات تستخرج منها 8 مواد تستخدم في القطاع الفلاحي، القطاع العسكري، القطاع الصحي، القطاع الصناعي. نفس الشيء الحديد، نتمنى أنه لا يتم تصديره كمادة خام، بل يتم تصنيعه مثلا من خلال إعطاء دفع آخر لمركب الحجار في عنابة، وإنشاء مركبات أخرى لاستخدام هذه المادة، وأيضا إنشاء مصانع مثلا في مصانع في بعض الولايات لاستخدام المواد الأولية وعدم تكرار خطأ
مثلا ما ارتكبناه سابقا فيما يتعلق بالنفط، تصدير النفط ما كمادة خام مثلا $80 للبرميل، لكن بعد ذلك نقوم باستيراد مشتقات البترول أو النفط $500. يجب وضع استراتيجية واضحة لتحويل وتصنيع هذه المعادن في الجزائر، وهذا بالاعتماد خاصة على الشراكة مع الدول الصديقة للجزائر والدول الحليفة للجزائر، لأنها تمتلك تكنولوجيات متطورة مثل الصين أو تركيا أو روسيا، والعمل فيما بعد على نقل هذه التكنولوجيا إلى أرض الوطن. جيد. والاستراتيجية الوطنية الآن من المعروف أنها قائمة على الاشتغال على تصدير هذه الثروات الوطنية سواء مصنعة أو نصف مصنعة، هذا بات واضحا في الاستراتيجية الوطنية. دكتور، الآن أستاذ من المهم جدا أيضا توظيف الأرقام في التحليل وفي القراءة، استغلال الثروات المعدنية كما أشرنا كيف سيعجل برفع نسبة الصادرات خارج المحروقات وتحقيق الأرقام التي نأمل كبلد تحقيقها في القريب العاجل بإذن الله؟ نعم بالتأكيد، استغلال هذا القطاع المعدني والمنجمي سيساهم بشكل فعال كما قلنا في زيادة حجم الصادرات خارج المحروقات وزيادة حتى الناتج الوطني الخام، لأنه للأسف الشديد قطاع التعدين كان في فترات سابقة لا يساهم إلا ب1% في الناتج الوطني الخام، لكن أعتقد أنه بعد إطلاق هذه المشاريع الضخمة، مثلا عندما نتكلم على مشروع غار جبيلات، من المرتقب أن يحقق إيرادات سنوية للدولة تفوق 10 مليار دولار في مرحلة أولى، نفس الشيء في الفوسفات، وقبل هذا يتم توقيف عملية الاستيراد، لأنه في سنوات سابقة كنا نستورد تقريبا 1 مليار دولار كما قلنا من المواد، من تقريبا من تتمثل في 40 معدن مختلف تستورده الجزائر، رغم أننا نمتلك هذه المعادن في أرضنا يعني. إذا أعتقد أن استغلال هذه الثروات من جهة أول شيء سيوقف عملية الاستيراد، سيوفر كميات كبيرة من العملة الصعبة للخزينة العمومية، وسيساهم أيضا في إنعاش الخزينة العمومية من خلال التصدير، لأن هذه أسعار هذه المواد الآن ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ارتفعت من 50 إلى 60%، وبعض المعادن ارتفعت 100% خاصة بعد جائحة كورونا، ضف إلى ذلك ارتفاع أسعار النقل وأسعار الشحن على المستوى العالمي. إذا استغلال هذه المعادن سيساهم أعتقد بنسبة كبيرة جدا في زيادة حجم الصادرات خارج المحروقات وزيادة الناتج الوطني الخام وتوفير مناصب الشغل وأيضا توفير العملة الصعبة لخزينة الدولة. جيد. الآن هناك جزئية أخرى أيضا هامة جدا مرتبطة بضرورة تعزيز القوة التحتية أو البنية التحتية للبلاد، وأيضا تعزيز الشبكة الوطنية من السكك الحديدية، وهي التي بالتأكيد تساهم أيضا في تثمين أكثر لهذه الموارد الطبيعية. تدرك دكتور مراد كواش أن هناك خطا للسكك الحديدية وهو هام جدا، وهو الخط الذي يربط بين غار جبيلات وبين ولاية بشار. البنية التحتية وتعزيز البنية وتعزيز قوة البنية التحتية كيف سيساهم في التعجيل بتثمين أكثر لهذه الموارد المنجمية دكتور؟ نعم، تعزيز البنية التحتية خاصة خطوط السكة الحديدية هو هام وضروري جدا، وهذا ما لجأت إليه الدولة الجزائرية والحكومة الجزائرية في الآونة الأخيرة من خلال مد خطوط للسكة الحديدية على مستوى تقريبا جميع التراب الوطني شمال جنوب شرق غرب، وخاصة بالتركيز على المناطق التي توفر عليها الإمكانيات المعدنية والمنجمية. نتكلم على خط السكة الحديدية مثلا بين بشار وبين غار جبيلات حتى بين تبسة وعنابة إلى غير ذلك، فهذه الأمور البنية التحتية هي ضرورية جدا من أجل إنجاح ربما استخراج هذه المواد، وأعتقد أنه يجي هناك استراتيجية الآن واضحة، أولا إقامة مشاريع من أجل استخراج هذه المواد والمعادن، ثانيا تعزيز البنية التحتية، ثالث شيء وهو أمر ضروري وهو الإنشاء وإطلاق مشاريع من أجل تصنيع هذه المواد محليا، لأنه كما قلت القيمة المضافة الأساسية لهذا القطاع هو لما يتم تصنيعه محليا وعدم تصديره كمواد خام، ونتمنى أن يتم إنشاء مشاريع مثلا في تبسة وفي مثلا في بشار من أجل تحويل هذه المواد ورفع الغبن على هذه المناطق من خلال توفير مناصب الشغل.
هذه المناطق الحدودية التي عانت كثيرا من تهميشها ولم تجد ربما لم تنل حقها في التنمية المحلية، لكن أعتقد أن طريق ورقة الطريق الآن أصبحت واضحة. هنا الدولة الجزائرية تعمل الآن على أكثر من جبهة، تعمل من خلال زيادة البحث والتنقيب، وضع خارطة جيولوجية محددة ووضعها تحت تصرف المستثمرين، أيضا إنشاء البنية التحتية خاصة السكك الحديدية، وإقامة مشاريع لتحويل هذه المواد وتكريرها. وهنا يمكننا الاعتماد على خبرات الدول الأجنبية، مشاريع مشتركة 50% للدولة الجزائرية و 50% للدول الأخرى أو 49-51، وهذا من أجل الاستفادة من التكنولوجيا، لأن الآن أصبحت هناك تكنولوجيات متطورة جدا في هذا المجال، خاصة مثلا في مجال استخراج الحديد الذهب أو اليورانيوم أو مواد أخرى. لكن أعتقد أن هناك رؤية الآن دقيقة وواضحة لدى الحكومة الجزائرية من أجل تطوير هذا القطاع، الذي إذا تم استغلاله بشكل كافي أعيد وأكرر سوف ينسينا في البترول والغاز. جيد دكتور، بالتأكيد أنت تابعت كما تابع الكثير من الخبراء والمحللين والملاحظين أيضا أنه في الآونة الأخيرة وفي ظرف قياسي دائما تم إطلاق العديد من المشاريع المنجمية الضخمة على غرار مشروع غار جبيلات. برأيكم دكتور، ما هي الأسباب التي توفرت والتي عجلت بتحقيق كل هذه الإنجازات العملية وفي ظرف قياسي كما أشرنا دكتور؟ أعتقد أن السبب الوحيد هو رغبة الدولة الجزائرية في إحداث التنويع الاقتصادي وفي كسر الارتباط بقطاع المحروقات. للأسف الشديد لعشرات السنين كان الاقتصاد الجزائري مرتبط بالمحروقات، وقطاع المحروقات هذا قطاع لا يؤتمن. الآن أسعار المحروقات مرتفعة، الخزينة العمومية بخير، غدا ربما قبل بعد أن تضع الحرب الروسية الأوكرانية أوزارها قد تتهاوى أسعار المحروقات، وهذا ما جعل الدولة الجزائرية والحكومة الجزائرية تسارع الخطى من أجل البحث عن مختلف البدائل أو اللعب بكل الأوراق الممكنة. وأعتقد أن ورقة المعادن هذه ورقة هامة جدا، عجزت جميع الحكومات الجزائرية عن استغلالها منذ الاستقلال. نتكلم على مخزون احتياطي هام يتجاوز 3.5 مليار طن من الحديد مثلا في غار جبيلات، والجزائر منذ سنوات قليلة كانت تستورد الحديد، هذا أمر غير معقول. نفس الشيء احتياطات هامة في تبسة من الفوسفات ونحن نستورد الفوسفات. نفس الشيء نتكلم حتى على الماربر ونتكلم حتى على بعض الأحجار التزيينية. الجزائر هي حباها الله بخيرات كبيرة، إذن من حقنا الآن نستغل جميع ثرواتنا واللعب بجميع أوراقنا من أجل ماذا؟ من أجل الإنعاش الاقتصادي والإقلاع الاقتصادي، هذا الإقلاع الذي لن يتم إلا من خلال استخدام جميع الأوراق الرابحة التي نملكها. جيد، هناك الكثير أيضا من الخبراء والمراقبين أشادوا بجزئية هامة جدا دكتور، وهو توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة جدا والمتطورة جدا في عملية الاستغلال المنجمي. التوظيف الواسع لهذه التقنيات الحديثة كيف يساهم في تثمين أكثر دقة لهذه الثروات المنجمية بروفيسور؟ نعم بالتأكيد، كما قلت لك سالفا، الجزائر تمتلك ثروات كثيرة، تمتلك اليورانيوم والذهب، وللأسف الشديد غياب التكنولوجيا الحديثة وغياب حتى المورد البشري المؤهل لاستخدام هذه التكنولوجيا هو ما جعل الجزائر تعتمد خاصة على شراكاتها، الاعتماد مثلا على الشراكة الصينية وحتى الروسية في غار جبيلات، ونأمل أن تكون هناك شراكات أخرى مع دول أخرى التي تمتلك التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مرحلة أولى، ومن بعد ذلك يتم امتلاك التكنولوجيا أو محاولة الحصول على هذه التكنولوجيا. إذن الاعتماد على شركائنا الاستراتيجيين خاصة الشركاء الحقيقيين، وأعتقد أن من بين أهم الأسباب التي دفعت الجزائر إلى التوجه إلى البريكس هو هذا الموضوع. الجزائر تبحث عن شركاء حقيقيين يساعدونها من خلال تكنولوجيتهم في الإقلاع الاقتصادي واستغلال الثروات والإمكانيات الكبيرة، ونتمنى أن يتم تحقيق ذلك خاصة بعد انضمام المرتقب للجزائر إلى البريكس، ونستطيع الحصول على مساعدة الأصدقاء سواء كانوا الصينيين الأتراك أو الروس أو غيرهم، من أجل استغلال الثروات والإمكانيات الموجودة ومن أجل تحقيق التملك التكنولوجيا الذي كان هدفا ربما أرادت الدولة الجزائرية منذ سنوات. جيد، في الآونة الأخيرة بروفيسور توسع النقاش حول ضرورة تحقيق ما يعرف بالتنوع الاقتصادي. هذا التوجه الوطني نحو الاستثمار في الثروات المنجمية والثروات الباطنية كيف سيساهم في تحقيق هذا المقصد؟ نعم،
التنوع الاقتصادي لن يتم إلا من خلال الاعتماد على كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية والتي لنا فيها ميزة تنافسية. يجب الاعتماد على القطاع الفلاحي نتيجة الثروات الهائلة التي نمتلكها، القطاع السياحي أيضا يجب أن يلعب دوره في التنمية الاقتصادية، القطاع الصناعي أيضا، وأيضا القطاع المنجمي والمعدني، ويجب وضع استراتيجية واضحة. لماذا؟ لأن هناك قطاعات متكاملة، هذه القطاعات هي مترابطة ومتكاملة فيما بينها، ولن يمكن تطوير أي قطاع من دون تطوير قطاع آخر. مثلا القطاع المنجمي تطويره استخراج الفوسفات سيعود بالفائدة على القطاع الفلاحي الجزائري، وأيضا استخراج مثلا استخراج الحديد سيعود على بالفائدة على القطاع الصناعي وقطاع التصنيع، هي قطاعات مترابطة ومتكاملة. لكن أعيد وأكرر فيما يتعلق بقطاع التعدين، لكي يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي بشكل فعال يجب أن يتم التحويل والتكرير هنا في الجزائر، وأن لا يتم تصدير المواد كمواد خام، لأن في هذه الحالة سنقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه العديد من دول الإفريقية، وهو استنزاف للثروات المعدنية، وأيضا استنزاف أيضا حتى حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروات. يجب وضع استراتيجية واضحة من أجل التصنيع وتحويل هذه المواد داخل الوطن، ومن خلال إنشاء نسيج صناعي لتصنيع مثلا الفوسفات وتكريرها هنا واستخراج منها جميع المواد الأساسية. نفس الشيء الحديد يجب أن لا يصدر كمادة خام، بل أن يتم تحويله بإنشاء من خلال إنشاء ماذا؟ خلال نسيج صناعي متكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية. ووفق لهذه الرؤية سوف يتم تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، ويتم تحقيق التنويع الاقتصادي الذي ربما بحثت عنه الدولة الجزائرية تقريبا منذ الاستقلال. جيد دكتور، أنت تعرف أن السلطات العليا في البلاد تشتغل وتركز كثيرا على مسألة التنمية المحلية، إطلاق مشاريع ضخمة ومشاريع عملاقة بهذا الحجم، كيف يساهم في تعزيز التنمية المحلية حتى ربما نتجاوز النقاش حول الاقتصاد الكلي إلى الاقتصاد الجزئي والتنمية المحلية؟ نعم، يعني لحسن الحظ ولحسن الصدف الآن هذه الإمكانيات التي تسهر بها الجزائر هي وقعت في مناطق ربما فقيرة من الناحية الاجتماعية، وعانت من التهميش ولم تنل حظها بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. لذلك أعتقد أن إطلاق مشاريع بهذا الحجم على غرار مثلا مشروع غار جبيلات في منطقة الجنوب الغربي وبما يوفره من مناصب عمل مباشرة ومناصب عمل غير مباشرة، وما يوفره فيما بعد من بنية تحتية، من مطارات، من طرق برية، من سكك حديدية، سيفك العزلة تماما على هذه المنطقة. نفس الشيء في الجهة الأخرى، نتكلم على منطقة تبسة وهي منطقة حدودية لم تنل حظها أيضا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن مشروع الفوسفات بهذا الحجم بقيمة تتجاوز 7 مليار دولار سيوفر عدد كبير من مناصب الشغل، والدولة مجبرة على تحسين البنية التحتية في هذه المنطقة، مما سوف يعود بالفائدة على ساكنة هذه المنطقة، وسوف يكون لها مردود اقتصادي واجتماعي كبير. نفس الشيء في تمراست في احتياطات الذهب، وحتى في وادي ميزور في بجاية احتياطات الزنك والرصاص إلى غير ذلك. أعتقد أن التنمية سوف تكون متكاملة، سوف يتم تحقيق تنمية اقتصادية وترافقها تنمية اجتماعية في تلك المناطق من أجل رفع الغبن على ساكنة هذه تلك المناطق. جيد، كسؤال آخر بروفيسور كواشي، وفي ظل كل هذه المعطيات وفي ظل كل هذه أيضا الجهود التي تبذل والإنجازات الواقعية المحققة على أرض الواقع، كيف تتصور وكيف تتوقع مستقبل البلد؟ أنا متفائل جدا، يعني من خلال الاستراتيجية الآن التي تعمل بها الدولة الجزائرية واللعب على أكثر من واجهة. صحيح أننا نعتمد على النفط والغاز، والجزائر وسعت من استثماراتها وأصبحت ورقة طاقوية هامة في المنطقة، هناك مشاريع للطاقات سواء كانت الأحفورية أو الطاقات البديلة والمتجددة، الطاقة الشمسية وإلى غير مصادر أخرى للطاقات البديلة. لكن في نفس الوقت هناك
جهود تبذل على مستوى قطاعات أخرى أهم وقطاع التعدين. حان الوقت لكي نستغل أو نوقف استيراد كما قلنا تقريبا 40 عائلة من المواد المعدنية التي نستوردها بما في ذلك الماربر والجرانيت وحتى بعض الرمال الخاصة، وأن نصدر ما نملكه وأن نصدره كمواد مصنعة وليس كمواد خام. أعتقد أنا متفائل جدا، هناك رؤية واضحة، هناك استراتيجية، لكن يجب على الجميع الانخراط في هذه الاستراتيجية من أجل تحقيق الأهداف السامية التي تسعى إليها الدولة الجزائرية حاليا، خاصة من خلال رفع حجم الصادرات خارج المحروقات، رفع حجم الناتج الوطني الخام، زيادة معدلات النمو الاقتصادي، الانضمام إلى البريكس. أعتقد أن هناك سقف الطموحات الآن هو مرتفع وهو كبير، ويجب على الجميع الانخراط في هذه الاستراتيجية للدولة الجزائرية. وبالتأكيد سقف الطموح المرتفع هو طموح مؤسس على معطيات واقعية وعلى جهود عملية تبذل وعلى إنجازات أيضا محققة على أرضية الواقع في بلد أصبح شعاره القول مقرون بالفعل. بروفيسور مراد كواشي الخبير والمحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من محطة قسنطينة الجهوية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. زلنا معكم مشاهدينا الكرام في استعراض ملفات هذا العدد الجديد من الظهيرة وهذا الفضائي الإخباري، وفي هذه والآن مشاهدينا توقفوا عند هذا الروبورتاج والذي أعدته الزميلة فاطمة الزهراء بن عرفة والمتعلق بيوم تقني لحماية ثروة النخيل بولاية المغير. نتابع هذا الروبورتاج مشاهدينا بعده نعود.